عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وبهذه المناسبة نستعرض بعضاً من جوانب دعائه عليه السلام الوارد في الصحيفة السجادية تحت عنوان: وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن. وقد تعمدت أن أتحدث عن هذا الدعاء لما له علاقة بما سأطرحه إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. في هذا الدعاء تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن عدة قضايا تتعلق بقيمة القرآن الكريم ومميزات القرآن الكريم وما هي مسؤولياتنا تجاه كتاب الله عز وجل. من بين هذه النقاط تحدث الإمام عليه السلام عن أفضلية القرآن، أفضلية القرآن، أفضلية كتاب الله النازل على نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وهيمنة هذا الكتاب على سائر ما أنزل الله من كتب سماوية. قال: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته. ومن المؤسف أنه على الرغم من هذه الحقيقة القرآنية نجد عند أكثر شبابنا عزوفاً عن تلاوة كتاب الله عز وجل وعن فهمه ودراسته، ليس بسبب التشاغل، وهذا من أحد الأسباب، ليس فقط بسبب التشاغل بأمور الدنيا وما يأخذ بمجامع قلوب وعقول شبابنا هذه الأيام، ولكن هناك عامل آخر خطير ومهم جدا، وهو عامل إسقاط اعتبار ما في القرآن الكريم أو التشكيك في قيمة بعض ما جاء في القرآن الكريم لدى الشباب. عندما يسقط أمر من الاعتبار أو جانب منه من الاعتبار وتحوم حوله الشبهات والتشكيكات، لا شك بأن الإنسان لا يعيش قدسية هذا الشيء والاهتمام به وعنايته تلاوة ودراسة وأخذا واعتبارا واتعاظا بما فيه. وبالتالي عندما يعيش بعض شبابنا، بل للأسف الكثير من شبابنا، مثل هذه الحالة من الصورة المشوشة عن قيمة القرآن ومدى اعتباره، حين ذاك تبدأ عملية العزوف عن الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المصداقية التي صارت مشوشة في أذهان الشباب لكتاب الله لها علاقة بالقضايا الإيمانية المطروحة في القرآن، بالقضايا التشريعية المطروحة في القرآن، بالقضايا التي لها علاقة بالجانب الروحي والمعنوي والأخلاقي والحكمة والقصص والتأريخ في القرآن الكريم. كل هذه الجوانب أصبحت شبه مشوشة، غير واضحة في مدى اعتبارها لدى كثير من الشباب، بسبب كثرة الشبهات من جهة، وبسبب بعدهم عن الطرح الديني أو ضعف الطرح الديني والخطاب الديني الذي يعالج هذه القضايا. ولذا نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عندما يتحدث القرآن أن الناس يهجرون القرآن وأن الله يسألهم عن ذلك. الهجران ليس فقط هجران تلاوة، بل حتى في عملية معالجة هذه الشبهات والرد على هذه التشكيكات، هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. ولذا من المهم أن لا نمل وأن لا نكل عن الدفاع عن القرآن الكريم
وعما فيه من أمور إيمانية وتشريعية وسائر الجوانب المطروحة فيه، بحيث نتناول هذه القضايا بأسلوب علمي وبالأدلة والحجج والبراهين لنزيل ذلك التشويش الذي صار عاما في أذهان الشباب من خلال ما تطرح من شبهات. لأن الأمة إذا فقدت مرجعية القرآن الكريم فستفقد هويتها. الأمة إذا فقدت مرجعيتها في القرآن الكريم ستفقد هويتها وستتوه في متاهات الضلال. ولذا وجه إمامنا سلام الله عليه في هذا الدعاء إلى ضرورة فهم القرآن بالأسلوب وبالمستوى الذي تتحول فيه مادة القرآن إلى حقائق ناصعة باهرة جلية، إلى قضايا لها مصداقية عند الإنسان على مستوى الفكر وعلى مستوى الارتباط الروحي والشعوري وعلى المستوى العملي والتطبيقي. ولذا يقول سلام الله عليه: اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار، لاحظ التعبير، يفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته. يعني سواء كانت الآية قد تجلت لنا في معناها في القصة التي طرحتها، أدركنا حقيقتها في الحدث المستقبلي الذي يتحدث عنه القرآن، سواء فهمنا ما المراد منه وكيف سيتحقق، أم كانت القضية من المتشابهات، هنا أو هناك علينا أن نفزع إلى التصديق بما جاء في القرآن. لماذا؟ لأنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل. الأمر الآخر الذي نبه عليه دعاء الإمام سلام الله عليه التأكيد على سماوية القرآن الكريم، أنه من عند الله، هو ليس بكتاب كتبه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وليس هو بتأليف النبي إلهاما من عند الله عز وجل، بل هو من أوله إلى آخره بمضامينه بعباراته بكلماته كتاب نازل بالوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. يقول سلام الله عليه: فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه. لأن بمجرد أن تجعل لليد البشرية دورا في كتابة القرآن، صياغة القرآن، في تقديم القرآن نصا أو مفاهيما، حين ذاك ستجعل إمكانية وجود الخلل حاضر. ولكن يقول: حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. حين ذاك لو كانت هناك شبهة في مصداقية القرآن أنه من عند الله، حين ذاك سنبتعد تدريجيا عن مضامين هذا الكتاب العظيم. ولا يخفى ما نتعرض له بشكل مستمر من حملات تستهدف إسقاط هذا الاعتبار لكتاب الله عز وجل، وعلينا أن نعمل دائما على أن نجعل لهذا الكتاب الشريف، لهذا الكتاب العظيم، تلك المصداقية عند شبابنا عن أدلة وحجج وبراهين
وليس كحالة شعورية عاطفية. لا نريد أن نستغرق في الشعارات، ولا نريد أن نستغرق في العبارات البراقة، ولكن نريد البراهين والأدلة التي تجعل من هذه القضية مستحكمة، أمراً مستحكماً في العقول وفي القلوب. ثم يؤكد الإمام سلام الله عليه على أن إدراك الإنسان المسلم لهذه الحقائق المرتبطة بكتاب الله عز وجل تستدعي التمسك الحقيقي والعمل والتطبيق والعمل الفاعل لما في كتاب الله. اللهم صل على محمد وآله. واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، ويسكن في ظل جناحه، ويهتدي بضوء صاحبه، ويقتدي بتبلج إسفاره، ويستصبح بمصباحه، ولا يلتمس الهدى في غيره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك، فيشغل ألسنتنا بتلاوته، ويشغل عقولنا بالتفكر في آياته، ويشغل قلوبنا باستشعار عظمته، وأن يهدي بنا إلى كتاب الله من أعرض عنه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين.